السلام عليكم. عندنا هاد الفولفو مشكل ديالها ما كاينش بريسيون فاشله في الطريق، بريسيون ديالها شويه قليل شويه. قلبنا التريشات ديال التيربو مزيانين، قلبت قلت انا في الاول شي دوريتها ديال البرد اللي متقوبه كيتنفس البريسيون ديال البرد اللي جاي من التيربو ولا الرادياتور ولا الانتركولير. قلبتهم جوج مزيانين، كاين واحد لهيه وهاي واحد هنا. قال لي مؤخرا ني طويلو شير دابا شي شهرين تقريبا وبقى المشكل. المهم مني حليت البابيون انا لقيت له سخا، هو كل مسخ شي عامر، هذاك يعني بانه هادشي ما مني طويش مدة شهرين ما غيعمرش بحال هكا. الطوموبيل ما ضربش بزاف، 86000 كيلومتر، كلشي باقي مزيان فيها. ومن التشخيص بان لي داكشي محال، واش محلول فيه محلول. غادي نخليكم نتا من بعد واش غتبان شي حاجه. هالو جير ما مني طويش، والو شي فاندول جير ما مني طويش خوشي. الى جايب لك اديره امانه كنت تما خيانه الامانه بانك جا ما تني طويش للجير، شد طوموبيل عندك يومين ولا 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 3 ايام ولا نهار وتجي يجي مول الطوموبيل وما عرفتيش تحل شي حاجه، ما تعرفش تحلو جير، يجيك صعيب في الخدمه ديالو ما تحلوش، تبقى شاده عندك في الاخر. مني يجي السيد تخلص من عنده وتقول لي راني طويته وتفيه معاه وحقا نتا ايفاسيتي غير لي كود ديفو ومخلص في الخدمه ديال الايد ومخلص في لاباراي. وما فهمتش انا كيفاش هاد الناس هادو خدامين، كيفاش باغيين يخدموا. في الحلال بقى في الحلال، علاش كتحرم رزقك؟ ها هو ما مني طويش مشكلة صاحبي، والله الا مشكلة. ها هو دابا مشى السيد يتغدى غيجي غنقول ليه شنو كاين، انا غنقول ليه هاد الجير راه ما مني طويش. حيت ما يمكنش حتى انا طويتي شهرين وهاد حتى شو كمية ديال 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 الوسخ اللي فيه، ما يمكنش. حنا نجبدو ان شاء الله ويكون خير. وما انا غادي فيها الخوت بنادم ما يخافش على رزقه ويبدا يشفار ويبدا يخلوط ويبدا يدي الناس وما يبدلش لي بياسه ويقول لي بدلتها لك. ربي اللي كيرزق، راه كلشي قريب عند الله. انتم راه ما كاين سيمانه ما كاين ميد ياك، ويجي غير بريكو الحلال نخدمو. عرفت ليه نخدمو؟ ما عرفتش ليه، راه ما ساهلش فيه الله. ودابا يجيك رزقك، فهمتي؟ ما تقولش لا حق انا ما خدمش مثلا، انا ما خدامش سيمانه، ما كاين ميد كاينه عندي هذيك جات وما كنتش غنخدم معها حيت كان مبرزط مع شي حوايج شي مشاكل، ما كنتش غنخدمها كاع. جيت درت لاباراي حق طن شويه صافي، قلت نكملها، بديت نكملها. بنادم ما يخافش على رزقه، ربي رزقك راه يجي جا عندك. هو الحيوان اللي ما عندوش كاع تقريبا، نقولوا ما عندوش عقل، وربي كيرزقه. كيخرج على الله، ما عارفش فين غيمشي، ما عارفش وكيجيب ليه الله رزقه. وانت اللي بشار خايف على رزقك، ما تخافش اساسا، كل حاجه في يد الله. ما ديش ديال الناس، نوصيكم ما ديوش ديال الناس. الحلال 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 الحلال، ما عرفتش صافي رجع للور، ما 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 ماشي في رزقي. دوز لواحد اخر يخدمها ولا قول ليه ما عرفتش عادي، ما عرفتش او ما عرفتش نحل اللور، ما عرفتش نحلو، ماني طويتوش ماني طويتوش اخويا صافي اش غيطرا. اما باش نقول ليه اني طويت وانا ما طويت واش ناخذ ليه ندير ليه رزقه، راه حشومه حشومه بزاف كاع. المهم او حلينا لوجير، المهم او حلينا لوجير شو حال شو كديره كنوسخ. شي كامل شحال ديال الوسخ، شحال ديال الوسخ، مازال 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 بزاف كاع. الفريجيديرة ديالو الشهدا تا هي غطني طويا، هذا تا هو غطني طويا العميق ديالو. بابيو تو غنيت ويا ان شاء الله.
خايف نشرب من بعد. Mais oui, il y a tout ça. Ah, mais... Ah, c'est bon.